وقد جاءت المقالة الخبيثة الملعونة النكراء التي تصف مشايخ الدعوة السلفية الذين يقفون في وجوه البدع وأهلها والمسهلين في أمرها والمسمحين في طريق دعاتها أو المسكتين أقل شيء عنهم والمستساهلين في هذا الباب، فيصفهم بأنهم متشددون. ما هي شدتهم؟ أنا أطلب كل من قال إنهم متشددون في أي باب تشددوا، هذا سؤال، هات أجل الباب الفلاني، ما هو نص شدتهم فيه؟ اذكره لي. فإذا ذكره وإذا به كما قال القائل ولا عيب فيهم، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، لا عيب لهم إلا الشجاعة بالصدع بالحق، هذه هي الشدة. لكن أن يسكت على الإخوان والتبليغ والأشعري والصوفي والعقلاني والطوراني وكل من هب ودب ويعيش معه بالفكر المعيشي، هذا اللي عنده الحكمة، ولبس هذا الفجور جلباب الحكمة لتضييع أبناء المسلمين. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الغلظة حيث أغلظ الله، والرفق حيث أمر الله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، هذا لا يغيب عنا، هو الأصل. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا الأصل. لكن والآيات كثيرة والأحاديث في هذا كثيرة، لا يتسع لها المقام. لكن إذا جاء من يرفع عقيرته بالباطل ويستمر في نصرة الباطل أو يؤول للباطل ويتأول لأهله، لا يريد أن يغضب ذلك المبطل، والنتيجة في المقابل يذهب أبناء أهل السنة والجماعة. إذا جاء هذا المبطل ماذا يكون ردنا عليه؟ ندعوه، نبين له، فإن أبى، الله جل وعلا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. وأهل السنة استدلوا بالإغلاظ على المنافقين في الإغلاظ على أهل الأهواء والبدع، لأن فيهم شبه من النفاق ومن خصال المنافقين، والخطورة على أهل الإسلام منهم أشد من المبتدع من الكافر الأصلي، الخطورة على أهل الإسلام من أهل البدع أشد عليهم من الكافر الأصلي. وهكذا الأصول هذه مقررة عند أئمة السنة وفي أهل السنة، الخطورة عليهم من المميعين، وليغضب من يغضب من هذه الكلمة، الخطورة عليهم من المميعين أشد وأنكى من أهل البدع الظاهرين، لأن المبتدع عرفناه ونحذره بإذن الله، لكن الذي يعتذر له ويسوغ له هذا الذي يكون خطرا على أهل السنة. يقول محمد بن هادي يقول هذه الأشياء ويقول ويقول، أقول بيني وبينكم كتب السنن المسندة، فإن وجدتموني شذذت في حرف واحد مما أقول فأتوني به، وأنا سأذكر لكم شيئا من هذا في هذه القضية.
وهذه القضية المميعون الآن لا يحبون سماعها. في المجلد الأول من اللالكائي لما ذكر عقيدة الرازيين رحمهم الله، ثم دلف بعد ذلك إلى ما وجد من اعتقاد أبي حاتم رحمه الله، فذكر فيه التحذير لأهل الحديث والسنة من الكرابيسي، والكرابيسي كان فقيها كبيرا مشهور، ولما كتب كتابه في التدليس وأسماء المدلسين وعرض على الإمام أحمد وكانت فيه أغلاط أنكره، وقد قالوا له إن أبا عبد الله بلغه هذا فأنكر وطلبوا منه التراجع، فأبى، قال اعرضوه عليه، رجل صالح يوفق للخير، فعرض عليه فأخذ ينكره ويحذر من صاحبه ومن مجالسته. يقول أبو حاتم هنا في التحذير من الكرابيسي: وممن يدافع عنه مثل داود بن علي الأصبهاني. داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر كبير القدر، جاء إلى أحمد فأبى الإمام أحمد أن يستقبله، فتكلم عليه أبو حاتم بكلام شديد جدا، لأنه يدافع عن من؟ عن الكرابيسي، والكرابيسي لما بلغه وكابر وبلغه كلام أحمد ذهب المسكين يتكلم في أحمد ويطعن فيه. وسأذكر لكم هذا الشيء وهو مر لكنه مذكور في كتب سلفنا ليعرف من يتعامى أو يتصامم. ذكر لعلي اليحيى بن معين كلام الكرابيسي في أحمد فقال لعنه الله، شوف، قال لعنه الله. نحن الآن لسنا في صدد هذا صواب ولا، لكن انظروا غلظة من يحيى على من؟ على الكرابيسي. قال لعنه الله، هذا يستحق أن يؤدب. ما ضر أحمد، مات الكرابيسي، حتى قال الخطيب في ترجمته له رواية وقد عزت، كان صاحب حديث ورواية، وقد عزت وما ما يوجد ولا طريق حتى إليه، نفر منه الطلاب طلبة السنة والحديث. انظر هذه المؤازرة من علماء السنة بعضهم لبعض. داود بن علي دافع واعتذر عمن؟ عن الكرابيسي. أحمد طرده ما استقبله، أبو حاتم يحذر منه، وكثير من العلماء تكلموا فيه، علماء السنة الأولين في عصره تكلموا فيه. ما عسى أن يكون هؤلاء اليوم عند أولئك نقطة في بحر. والله من خالف طريق هؤلاء لنتكلمن فيه لو تخطفتنا الطير، ولو علقنا برؤوسنا أو بأرجلنا منكوسين. أترون هذا الدين وصل إلينا بدون ترحية؟ لا والله، لا والله. حبس من حبس، وجلد من جلد، وضرب من ضرب، وطرد من طرد، إلى غير ذلك. لكن كتبهم بين أيدينا، وصفحاتهم المشرقة بين أيدينا. فهؤلاء الذين يحاولون أن يسهلوا في أمر المبتدعة وأمر المنحرفين يجب أن يحذروا، فخطرهم على أهل السنة والسلفيين أشد من خطر أهل البدع الظاهرين على أهل السنة. فالله الله معشر الأبناء في التمسك بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
واتباع الطريق الواضحة القويمة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان، أئمة الحديث رضي الله عنهم، الزهري وأمثاله، السفيانين، مالك وأمثالهم، الحسن بن سيرين وأيوب وأمثالهم، ابن أسباط وأمثاله، الحمادين وأمثاله، وكيع وإبراهيم وعلقمة، وهؤلاء أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، وهؤلاء الذين حفظ الله بهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ الله بهم آثار أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى ماذا؟ إلى سلم التقوى الذي نصبوا. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقاته، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فلا بد من تقوى ينصبها الإنسان بين عينيه، لا يريد إلا الله والدار الآخرة، لا كثرة ولا مباهاة، وإنما يريد الله والدار الآخرة، يريد النجاة لنفسه أولا، ثم النجاة لمن يدفعه الله سبحانه وتعالى إلى يديه، إليه، فيتفقه عليه ويقعد بين يديه. ومع ذلك ليأخذ نفسه بالجد والحزم والعزم، فإن هذا الدين إنما جاءنا كما سمعتم، والعلم به لا يستطاع براحة الجسد. فعلى طالب العلم أن يبذل كل ما يستطيع في معرفة السنة، وعليه إن سمع كلام المتكلمين أن يعرضه على أولئك كلام هؤلاء، لأن القاعدة عندنا هي القاعدة الأولى التي تعرفون: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فالاقتداء بالذين ماتوا وهم على الاهتداء، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. وكما قال جمع من السلف في جوابهم لمن سألهم هذا السؤال: إن كنت ولا بد فاعلا فبمن قد مات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما أسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يثبتنا وإياكم على ما كان عليه هؤلاء، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يرزقنا الشهادة في سبيل نصرته، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.